بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذ نقف أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم في مفترق طرق أمام شعبنا، أمام نضالنا، أمام مستقبل أجيالنا. أجيالنا القادمة يمكن أن يرسم لها مستقبل حسب ما نقف نحن اليوم في أي اتجاه نكون. إن هذا في تقدير إن هذه الوقفة في تقديري هي واجب عيني بالمعنى الوطني على الأقل، ولا يكفي أن نطالب الدعم أو نسجب ما تقوم به السلطة من إجراءات، أو نستنكر الذي يجري من حصار طال اليوم لأكثر من 10 شهور ونصف على مواطنين، لا أقل من 25,000 مواطن يقطنون الدراز وعطل مصالحهم، وهم يقفون وقفة العز والشرف دفاعا عن رمز كبير وسماحة الشيخ عيسى قاسم. قد نختلف في التفاصيل في هذه الرؤية أو تلك، ولكن يبقى سماحة الشيخ يمثل ضمير هذا الشعب ويمثل الوجدان البحراني الأصيل، ولا يمكن لنا في هذا المنعطف الخطير إلا أن نكون صفا واحدا كي لا نضيع مستقبل أبنائنا. كلا، لا يمكن أن يزور تاريخ البحرين، ولا يمكن أن تكون البحرين ماخورا للطواغيت ومرسا للأسطول الخامس إلى ما لا نهاية، ومركزا للاستخبارات الأمريكية والبريطانية يدير منه الأطلسي سياسته في المنطقة. هل المطلوب أن نعيد ونكرر عبارات الاستنكار والشجب لما يجري؟ في تقديري هذا واجب، ولكن لا يمكن أن نقف عند هذه الحدود. ينبغي أن نغير المعادلة، ينبغي أن نسعى حقيقة لإيلام العدو. ينبغي أن يشعروا بالألم، ينبغي أن يشعروا بأن مستقبل العروش في المنطقة وليس للعرش الخليفي فقط في مهب الريح، ما لم يعيد النظر في سياساتهم، ليس فقط فيما يتعلق بمصير سماحة الشيخ عيسى قاسم ومحاكمته، ولكن في تقديري كل هذه المنطقة الآن شئنا أم أبينا هي أمام منعطف كبير لا يمكن خلاله أو في سياقه أن نكتفي بالوسائل القديمة. مطلوب منا جميعا أن ليس هنا مجال اللوم أو التلاوم، ولكن المطلوب منا جميعا أن نعيد النظر في الأحداثيات التي نشهدها في هذه المرحلة، وعلى أساس ذلك نقرر كيف يمكن أن ندخل مرحلة المفاصلة. كما تفضل الأخ أستاذ علي مشيمع وقال بأنهم قد يتمادون ويرتكبون حماقة بشكل أو بآخر في حق سماحة الشيخ، ولكن بالتأكيد هذا يعني إيذانا بشكل أو بآخر، هذا يعني إيذانا بمرحلة جديدة من النضال لن تكون كما سبقها. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع في المنطقة، وهي والمسألة تتجاوز سماحة الشيخ عيسى قاسم على مستوى اللحظة الراهنة، وتتجاوز أيضا يعني المسألة حدود البحرين. هناك اشتباك إقليمي ليس سرا، القضية هناك فيها اشتباك إقليمي وفيها أيضا تغطية دولية غربية بشكل خاص بريطانية وأمريكية. هناك مصالح كبيرة وخرائط ترسم للمنطقة، ومن خلال هذا المنعطف
يمكن أن يكون أن يمكن أن يمكن أن ترسم حدود ويمكن أن تحدد سياقات ينبغي أن لا نغفل عنها. لا يمكن أبدا أن يسلم البحرانيون رمزهم الكبير، لا يمكن أن يسلموا تاريخهم، لا يمكن أن يسلموا مستقبلهم لسلاطين الجاهلية بشكل أو بآخر في صورة أو أخرى. التحدي اليوم يتطلب أن يعيد الجميع النظر في قراءتهم للأحداث ويتجاوزوا كل التباينات ونوحد الصف فعلا، وإلا فإننا جميعا في مهب الريح. ليس لدي ما أضيف، أشكر استماعكم وأتمنى أن يكون في القريب إن شاء الله أخبار سارة بشكل أو بآخر، يعني مهما كان القرار وحيثما ذهبت الأمور نحن في تقديري أمام مرحلة جديدة نأمل أن تكون في نهايتها فتح عظيم للبحرين. شكراً.